وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين همه، والنهارده ان شاء الله هنعمل نوعين جداد من الحلويات في الاير فراير. اول حاجه هنعملها مع بعض هتكون لافا كيك، وتاني حاجه هنعملها هتكون شوكليت كيك. مقادير اللافا كيك: عندنا نص كوب شوكولاته داكنه مذابه، 4 معالق كبيره زبده مذابه، 2 بيض، 1 معلقه صغيره فانيليا، 1/4 معلقه صغيره ملح، 3 معلقه كبيره دقيق، 1/2 كوب سكر بودره. وللحشو بتاع اللافا كيك عندنا شوكولاته قابله للدهن. بالنسبه لكيك الشوكولاته عندنا 1 كوب سكر، 1 كوب دقيق، 1/2 كوب كاكاو، 1 معلقه صغيره بيكنج باودر، 1/2 معلقه صغيره بيكنج سودا، 1/2 معلقه صغيره ملح، 1 بيضة، 1/2 كوب لبن رايب، 1/4 كوب زيت، 1 معلقة صغيرة فانيليا، و 1/2 كوب مية مغلية. بالنسبة لللافا كيك احنا عندنا شوكولاتة قابلة للدهن، لما هنحطها جوه الكيك اللي هنحضره الشوكولاتة هتسيح مع السخنية بتاعت الاير فراير، وبالتالي لما نقطعها او ناكلها هتبتدي الشوكولاتة القابلة للدهن تسيح من اللافا كيك. محتاجين بس ان احنا نكورها بحيث نقدر ندخلها جوه الكيك، فهنحط بمعلقة الايس كريم هنحط كور على العدد اللي احنا عايزينه، وهندخلها الفريزر. بحيث ان هي تطلع بالشكل ده، مش لازم شكلها يبقى مساوي قوي لان هي مش هتبان خالص، احنا هنحطها جوه الكيك وبالتالي حتى لو شكلها يعني مش مساوي قوي مش هتفرق خالص ومش هتبان. دلوقتي اجيب الزبدة المذابة مع الشوكولاتة، وأخلطهم مع بعض. هضيف معهم السكر البودرة والملح، وأخلطهم. أحط البيض والفانيليا، نتأكد إن هما اختلطوا مع بعض كويس، وآخر حاجة أحطها الدقيق. كده خليط اللافا كيك جاهز. هنجيب القوالب اللي هنعمل فيها اللافا كيك، وابتدي احط الخليط فيها، نقسمه على عدد القوالب اللي عندنا. طبعا لو اصغر من كده هياخد اكتر، هيعمل يعني قوالب اكتر.
اوكي. ودلوقتي اخد الكور المجمدة من الشوكولاتة القابلة للدهن واحطها جوه العجين بالشكل ده، وناخد واحدة تانية ونحطها بالشكل ده، والتالتة بالشكل ده، وبعدين هنجيب معلقة ونساوي بيها الخليط بتاع الكيك فوق الشوكولاتة القابلة للدهن. ودلوقتي هنحطها في الاير فراير وهتاخد حوالي 10 دقايق، ودرجة الحرارة هتكون على 180. كده نكون خلصنا اول وصفه دخلناها الاير فراير، وهنستناها ان شاء الله بعد الفاصل تكون استوت. نطلع فاصل وبعد كده نعمل مع بعض الشوكليت كيك. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الشوكليت كيك. الشوكليت كيك هنعملها باننا نحط السكر والبيضه، نضربهم مع بعض، وبعد كده نبتدي نضيف الزيت شوية شوية. دلوقتي احط الفانيليا، كان ممكن احطها مع البيض، واحط بيكنج سودا بيكنج باودر والملح مع الدقيق، احط بيكنج سودا بيكنج باودر ملح ودقيق، واحط كمان الكاكاو اللبن الرايب، وعندنا المية السخنة دخلتها بس المايكرويف تسخن شوية تاني، ونخلطهم كلهم مع بعض. كده الكيك الخليط بتاعها جاهز، نقلبها تقليب اخير كده نتاكد ان كل حاجه اختلطت مع بعض كويس، وبعد كده هنحطها في قالب او في صينيه او في طاجن، في اي حاجه تدخل
اير فراير، نتأكد بس من الحجم بتاعها ونحطها فيها. وزي الكيك اللي بنخبزه عادي هندخلها على 160، ولكن احنا شايفين ان العمق بتاعها كبير، وبالتالي ده هيخليها تاخد وقت اطول في الاير فراير يعني، او حتى في الفرن لو دخلناها في الفرن، لان العمق هو اللي بيأثر على الوقت. كل ما كانت عميقة اكتر كل ما اخدت وقت اطول. فدي هتدخل على 160 وهتاخد تقريبا 45 دقيقة في الاير فراير. وده بيكون شكل كيك الشوكولاتة لما بتطلع من الاير فراير، وزي ما احنا شايفين مرتفعة واستوت كويس، ما نشفتش ولا اي حاجة، زيها بالظبط زي تسوية الكيك في الفرن عادي. ونبتدي نبص على اللافا كيك. اللافا كيك جاهزة، ونشوف اللافا كيك من جوه. هنلاقيها ان هي زي ما احنا شايفين جوه الشوكولاتة القابلة للدهن سايحة فيها، وبالشكل اللي احنا بنحبه. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، عملنا فيها شوكولات كيك وعملنا فيها لافا كيك، وزي ما شفنا الشوكولاتة القابلة للدهن سايحة خالص من جوه. ويا رب تكون الوصفات عجبتكم، وأشوفكم في الحلقات القادمة على خير الله إن شاء الله.